هناك الكثير من مقدمي الرعاية الصحية في هذا البلد لديهم إحساس عميق جدا بالخدمة والتعاطف مع معاناة الآخرين، والذين لديهم حافز للذهاب إلى غرب أفريقيا على الرغم من المخاطر العدوى والموت. ويواجه الأطباء والممرضات هذه المخاطر كل يوم بغض النظر عن أماكنها. كينيث برانتلي: توجد فرصة للعطف في كل مكان تتجه إليه. قد تجد شيخا أضعف من أن يخرج من الجوع من أجل الرفقة في الشارع. والمعاناة وكذلك المرض بجميع أشكاله موجود في جميع أنحاء العالم. كلمة طيبة تساعد على مكان.